مرحبا برج القوس، اهلا فيكم. برج القوس، انت مقبل على مرحلة راح تتحقق لك فيها امنية عاطفية، ولكن دائما بالانجليزي يقولون be careful what you wish for، احذر مما تتمنى، لان احس ان يمكن الوقت القادم اللي راح تتحقق فيه هذه الامنية وتلتقي بالشخص اللي تتمناه راح يمكن انت ايضا تكون مشغول او اصير الموضوع على استعجال حتى قبل ان ما يمديك انك تجهز نفسك. هذا الشخص ما هي مواصفاته؟ حروف اسمه فيها الراء او الفاء او الياء، وممكن مع بعض موجودين عندنا حروف الراء والفاء والياء. انزين، برجه، على الاغلب هذا الشخص برجه عقرب، اوكي، او دلو او ميزان. هذه الابراج كلها موجودة امامي. متى راح يكون وقت الالتقاء بينكم وبين برج القوس؟ عندنا رقم 7 على الانستغرام، اذا تذكرون في القراءات السابقة رقم 7 كان يتكرر عندي شخصيا، خصوصا لما انظر بالصدفة. اوكي، ما لازم تكون انت تبحث عن الرقم، الرقم يظهر امامك فجأة. في الانستغرام راح اسوي فيديو خاص بما معنى ان احنا نشوف رقم 7 في كل مكان او نشوفه يتردد، ولكن هذا الكرت يقول انت قريب على تحقيق امنيتك. التواريخ اللي فيها رقم 7، انزين، نهاية الاسبوع، وايضا شهر 7، كلها هذه احتمالات كبيرة يصير فيها اللقاء. ولكن خل اعطيكم معلومات اكثر. في وقت اللقاء في صاير في اشخاص تقريبا نص المجتمع في اجازة بسبب يمكن تعطيل المدارس، ونص المجتمع قاعد يعمل، يعني الاشخاص صايرين ما بين عطلة ما بين عمل. زين، احتمال كبير يكون اثناء الدراسة الصيفية، لان بالدراسة الصيفية ينطبق عليها هذا الشروط، ان الاشخاص اللي يقومون بالدراسة الصيفية يكونون اغلب الطلبة الاخرين في اجازة، وانما قاعدين يقومون فيها من اجل تحسين الدرجات، من اجل تحصيل المجموع، من اجل ان ينتهون من الدراسة بشكل مبكر، كل هذه الاسباب. ولكن في وقت الالتقاء عندنا تعطيل كبير، وعكسه ايضا في اشخاص كثير قاعدين يعملون. اوكي، هذا هو وقت اللقاء. خلينا نشوف مكان اللقاء وين راح يكون. انت بالذات مكان لقائكم راح يكون مكان، ما بقول رسمي، وانما مكان لا الواحد بالعاده ما يتوقع فيه انه راح يلتقي بهذا الشخص. ليش؟ لان هذا المكان فيه كتب وفي الكثير من منتجات الاخشاب. شنو يعني؟ شنو مثلا راح يكون؟ الكتب نتكلم عن احتمال جامعه او جامع او مكتبة، حتى مكتبة فيها كتب نستطيع ان ندخل داخلها نقرأ كتب نستعير كتب، كشك يبيع الكتب، هذا كله راح تنطبق عليه طاقة اني قاعدة اشوف كتب واشم حتى رائحة بعض الكتب تكون قديمة. الاحتمال الثاني ان مكان فيه ايضا خشب، وهذا ايضا ينطبق على ترى المكتبات او المساجد، دائما الاثاث اللي يوضع فيه اغراض الصلاة او عدة الصلاة دائما يكون مصنوع من خشب. هذا ايضا ممكن يكون مكتب، لان في شيء في هذا المكان فيه الكثير من الخشب والكتب. انزين، هذا هو مكان اللقاء اللي احب انوهكم عليه. برج القوس، انتوا راح تكونون موجودين في هذا المكان، وهذا الشخص لما اول ما تقع عينه عليكم راح يكون قاعد اشوفه كانما نازل على الارض وقاعد يعدل رباط حذائه، قاعد يلبس حذائه او يعدل فيه او يحرص ان حذائه في شيء في حذائه قاعد يعدله، فيكون نازل على الارض، نازل على الارض ويميل ويده على حذائه قاعد يضبطه. اوكي، هذا بتكون علامات اللقاء. خلينا نشوف مواصفات شكله الحين. هذا شخص عكس، هذا شخص تقع عليه الكثير من توقعات العائلة. زين،
يعني تشوف شكله من بعيد ابدا ما تتوقع ان هذا اهله بهذا الوضع، لان اشوف اهله مرتاحين ماديا، ولكن لما تشوف شكله ما راح تتوقع، لان شكله متواضع، شكله بسيط، ولكن اهله لو عرفت اسم اهله، لو عرفت حياته اكثر بتفصيل، راح تكتشف انه بالعكس شكله دائما جدا مختلف عن اللي راح تتوقعه من شخص بهذا المستوى. لماذا اقول لك بهذا المستوى؟ لانه هو واسرته على مستوى من العلم، اوكي، على مستوى من العلم وعلى مستوى من التقدم في الحياة. هذين اشخاص يأتي من اسرة، مع ان هني لازم اتكلم من شكله، بس لازم اذكر لك شكله اسرته عشان تفهم قصدي. لماذا اقصد ان شكله لا يعكس انه هو يأتي من اسرة جدا مهمة، او على الاقل جدا اكاديميين، جدا يعملون في التعليم، يعملون في السلك الدبلوماسي. فهني هو شكله جدا عكس الأسرة اللي يأتي منها، شكله جدا بسيط، جدا طبيعي، متواضع. طوله راح يكون قريب من طولك. برج القوس إذا أنت كنت قصير، هذا الشخص راح يكون طوله قريب من طولك. إذا كنت متوسط راح يكون أيضا مثلك. إذا كنت طويل أو تميل إلى الطول، راح يكون طوله تقريبا مثلك، جدا جدا مقارب لك. يعني يفرق بينك وبينه سنتي سنتين فقط. زين، تميل بشرته الى انها تكون فاتحه، حنطيه، ملامحها ناعمه، هادئه. زين، وقت اللقاء راح يكون يلبس حزام، والحزام يمشي مع لون القميص. اذا القميص اسود راح يكون الحزام اسود، اذا القميص بني الحزام راح يكون بني. زين، لان في تناسق عنده، في زيه بسيط، يعني مو مبالغ في مو من الأشخاص اللي كثير يهتمون بالمظاهر. زين، وفي شيء قاعد وقت اللقاء أيضا، في شيء إذا وقف بتلاحظ إنه في شيء قاعد يدلى من جيبه، ممكن يكون علاقة مفاتيح أو المفاتيح نفسها. أوكي، في شيء يخرج من جيبه. هذا ستايل، ترى هذا ليس علامة على عدم الاهتمام. الكثير من الحين الذوق العام أو الأشخاص الشبابيين تشوف أن طريقة وضعه للمفتاح بأن يكون الميدالية اللي في المفتاح تخرج من الجيب، هذا بيكون أيضا من علاماته. زين، رموشه أيضا هذا الشخص كثيفة، رموشه احتمال أيضا شعر رأسه كثيف أسود غليظ، كل هاي الأشياء راح تنطبق عليه. وهذا هو مختصر شكله. اوكي، يعني مثلا لما يقولون لك هذا ولد فلان شخص معروف، ولكن لما تنظر الى ابنه راح تشوفه جدا شكله طبيعي، متواضع، كأن اي شخص ثاني يمشي في الشارع. ما في شيء فيه غرور، او ما في شيء حتى مميز جدا في شكله، ما عدا انه مرتب وشكل جدا حيادي في اللبس. خلينا ننتقل الى اطباعه. هذا شخص جدا متواضع، ما يحب أي شيء فيه غرور، وما يحب أي شيء أو أي أفكار أو تعليقات معناتها أو ترمز إلى العنصرية. زين، هذا عكس. هذا شخص هادئ، خجول شوية، خصوصا في البداية يأخذ وقت عشان يرتاح معك في الكلام. يحب أن يسأل، عنده غلطة في حرف معين، على الأغلب حرف الراء، ما يلفظ حرف الراء بشكل صحيح. زين، حليم، ولكن التقشر الحليم إذا غضب. يعني هذا الشخص جدا صبور هادئ، ولكن وقت اللي يرفض أو وقت اللي يأخذ موقف التقشره، انسحب، تنازل عن موقفك، لأن هذه من أطباعه. زين، يحب الأغراب، يحب الأجانب، يحب الأشخاص اللي يكونون مثلا قاعدين ينظفون الشارع، الأشخاص هذين اللي وضعهم متواضع، يحبهم، يحب يتكلم معاهم ويعاملهم أيضا بود. زين، هذا شخص يقع عليه الكثير من الثقل، خصوصا من أهله، من أجل أن يحقق تفوق علمي أو ديني أو أكاديمي. زين،
على الأغلب هذا هو الابن البكر لهم، لهذه الأسرة من عائلة مرموقة، ولكن لهاي الأسرة لأمه وأبوه هو أتوقع البكر، أو ممكن يكون آخر العنقود، لأن في طاقة اهتمام كبيرة من الوالدين تجاهه. زين، يكره التصنع، يكره المظاهر، يكره حتى الأشخاص اللي يحكمون على المظاهر. يعني تعرفون ساعات نمر بمواقف يقولون شوفوا فلان شنو لابس، شوفوا فلان شنو ياكل، عنده أموال كثيرة لكن شوفوا شنو ياكل، شوفوا شنو يشتري. هذا شخص أبدا ما يحب هاي الطاقة، ما يحب طاقة التفرقة، طاقة أن نحكم على الآخرين، أي طاقة سلبية فيها هاي النوع ما يحبها. زين، مدلل داخل البيت ولكن خارج البيت هو إنسان جدا بسيط، جدا بسيط. هذا أيضا شخص يجيد أكثر من لغة، يمكن 3 لغات أو أكثر. خلنا نشوف ماذا سيقدم لك قبل الزواج. عندك فرصة برج القوس مع هذا الشخص أنه تنجب له ذرية، فمع الوقت راح يكونون ذرية لأبنائكم، راح يكونون هم ورثة هذا الوضع الاجتماعي المرموق، راح يكونون هم ورثة هذه الأسرة، وضعهم مرموق جدا. زين، أشخاص يمكن عملوا في السلك الدبلوماسي، فلذلك ولكن في بداية الزواج وفي بداية ارتباطكم أهله راح يكونون تقريبا تعرفون لي كأنه بروتوكول، أهله راح يكونون مخططين كل شيء من أجله ومن أجلك في بداية الارتباط. إذا تحب أنك تدخل حياته ضروري أن تكون فاهم أن أصلا كل شيء راح يكون مكتوب لكم، كل تحركاتكم، كل خططكم مع الشريك راح تكون مخططة من قبل الأهل، من قبل أهله. خصوصا في بداية الارتباط ما راح يكون عندكم مجال كبير للحرية، ولازم تمشون على كلام أهله في أمور كثيرة، ولازم حتى تتجنبون صدام مع الأهل. هذا هو ثمن أن بعد كذا سنة راح تنالون استقلال مع الأبناء، ولما يكبرون أبنائكم تنالون استقلال أكبر، بعدين أبنائكم هم يصبحون الورثة لهذه العائلة. زين، ماذا سيقدم لك قبل الزواج؟ هذا شخص راح تتزوجون، واحد منكم لحد الآن يدرس وهو أيضا يدرس احتمال كبير، عنده طاقة أن يواصل الدراسات العليا أو أنه يظل يدرس في حتى دولة أخرى أثناء علاقتكم، أثناء زواجكم. عندكم خيار تذهبون معه، تنتقلون معه إلى احتمال دولة أخرى، مدينة أخرى من أجل دراسته، أو تبقون معه، تبقون حتى مع أهله حتى لو هو كان راح يدرس في مدينة أخرى. عرفتوا؟ في طاقة هني تملك شوي عند أهله. إنزين، هو راح يحرص إنه في قبل الزواج إنه يسألك الكثير من الأمور. يعني هذا إنسان حتى لو مالك عاطفيا راح يحرص من أسئلته راح تكون جدا واضحة ومباشرة، إن أنت هل مستعد تتفهم وضعي، أو تفهم الضغط الهائل الثقل اللي عليه موجود عليه برج القوس. زين، في هني ايضا قبل الزواج راح يتم تلبيه اغلب احتياجاتك وطلباتك، منها المهر، منها العفش، منها مو العفش، العفش راح كانه ما حتى يتم اختياره من قبل اهله، وانما الاساسيات مثل المهر، مثل الذهب، مثل هذه الامور دائما راح تكون احس مجهزه من قبل حتى اهله. لا تنسوا ان هذا الشخص يمكن لحد الان لا يعمل، وأهله وضعهم جيد ويريدون أن يزوجونه، فيتكفلون بمصاريف الزواج، مقابل ذلك يخلونه يدرس زيادة لأنه مخططين لمستقبل كبير. إنزين، هذا أيضا طاقة إن احتمال كبير أن يوفر لك عربية، لأن هني في شيء يخص سبل المواصلات، مو بس الاتصالات حتى المواصلات، فيوفر لك سيارة أو عربية قبل حتى الارتباط، إذا 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 هو وأهله شافوا إن أنت بحاجة إلى هذا الشيء، خصوصاً إذا كنت راح تطلب هذا الشيء من أجل دراسة، مو من أجل أريد سيارة عشان أزور أصدقائي أو أهلي، لا، أريد سيارة عشان أذهب إلى الجامعة. فمع هاي الأشخاص راح تقدر فعلاً تحصل على مبتغاك إذا عرفت ترقص على أي نغمة. في نغمة معاهم أبداً ما راح تأتي لك بنتيجة، ولا حتى مع الشريك،
ولكن نغمة أخرى راح تأتي لك بالكثير من النتائج. إنزين، هذه الأمور اللي راح يقدمها لك قبل الزواج. خلينا نشوف أسرته. قلت لكم أنا من شوي البكر أو آخر العنقود أول فرحتهم أو آخر فرحتهم. إنزين، عدد أفراد أسرتهم مو كبير، ممكن 3 ممكن 4. إنزين، أسرة جدا مثقفة لها تاريخ طويل بالأشخاص الناجحين، بالمهندسين الناجحين، الشعراء ناجحين، ملحنين ناجحين، أكاديميين ناجحين، بروفيسورات في الجامعة. هذه طاقة أهله. فعشان كذي أتمنى أنك تفهم برج القوس الثقل اللي راح يكون عليكم في أول سنين الارتباط والزواج، عليكم وعليه. إنزين، أسرتها قلت لكم تهتم بالتحصيل العلمي كثير والتفوق الدراسي، مو كفاية فقط تحصيل علمي. إنزين، ويوفروا لكم سبل الراحة، كل رغباتكم وطلباتكم يوفروها مقابل إن أنتوا تعطوهم أداء. إنزين، مقابل إن أنت ما تعيق أيضا الشريك عن 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 الدرب اللي هما راسمينه له. إنزين، احتمال ان حتى بعد ارتباطكم اول فترة الزواج او في فترة الخطوبة يطلبون منه او يقترحون عليه انه هو يذهب للدراسة في يكمل دراسته في جامعة اكبر او في دولة اخرى، يذهب مثلا للدراسة في بريطانيا على الاقل لمدة سنة، على الاقل احصل على الماجستير لمدة سنة. اوكي، لان فيه هنا دخول وخروج مفاجئ، او في طاقة انه توكم تزوجتوا محتاجين ان تنتقلون بسرعة، سواء راح تنتقل مع الشريك او راح تظل تنتظره في دولتك. انزين، قلت لكم على الاغلب هذين اشخاص يعملون في وظائف اما تعليمية اما دبلوماسية او مناصب عليا في الوزارات. انزين، خلنا نشوف وين راح تعيشوا مع بعض. حتى في مسكنكم راح يكون في دخول وخروج مفاجئ او دخول وانتقال مفاجئ، لان هني راح يكون عندكم مسكنين في البداية، واثنينهم هذين المسكنين مو ملك لكم، احتمال ملك لاهله مدفوعين من قبل اهله، احتمال احد المسكنين يكون في مسقط رأسكم في المدينة اللي تعيشوا فيها، ولكن اشوفه كأنما مسكن منفصل عن اهله، مستقل عن اهله. اوكي، والمسكن الثاني راح يكون ايضا في الدوله اللي الشريك راح يروح يعمل فيها او راح يرسلونه من اجل ان يدرس فيها. يعني في بدايه الزواج راح تكونون ما بين مسكنين مستقلين في المسكن، نعم، ولكن كل الوضع كل اموركم صايره في تحت جناح اهله لحد ما تنالون الاستقلال. زين، خلنا نشوف الحين ماذا سيحب فيك الشريك. سيحب فيك الشريك ان انت انسان جدا ايجابي ودائما تدعمه وتشجعه وتتفهم حتى وضعه. زين، هذا الشخص اذا وقفت معاه في الفتره في فتره ما قبل ان يحصل على وظيفه احلامه او ما قبل ما يحصل على الدرجه العلميه اللي يسعى عليها، راح يكون جدا يذكرك ويقدرك بعد ما يحصل عليها، راح يكون يضعك أولوية بعد ما يحصل عليها، لأنه راح يذكر لك معروفك وجميلك. صح قلت لكم مقابل أول فترة راح يكون مطلوب منكم الكثير من التنازل والمرونة وإن أنتوا ترتبوا وضعكم على أساس وضعه، ولكن على المدى الطويل هذا شخص راح يذكر جمالك، ومع الوقت يضاعف لك المردود بجمالك. يعني مثلا وقفت معاه 6 شهور أو سنة، يظل طول العمر يذكر لك هذا الجميل. شخص جدا مخلص، شخص جدا حتى مع الوقت تشوفه دائما يفتخر فيك ودائما يحرص أن أنت صاحبة في نجاحاته، يأخذك على الأماكن مثلا اللي يأخذك معاه، ويحب أن أنت شاركة نجاحه يصير نجاحكم أنتوا الأثنين. خلنا نسحب الحين كرت نشوف هل راح يكون هذا الشخص من مدينتك أو مدينة أخرى، من دولتك أو من دولة أخرى.
من نفس منطقتكم، من نفس منطقتكم، مو بعيد عنكم هذين الأشخاص. إنزين، واحتمال كبير أنهم يكونون كانوا جيران أو جيران لأحد مهم أنتوا على صلة فيه. ممكن يكون أحد من أعمامكم، أحد من الأهل يسكنون في منطقة كأنما مرتفعة عنكم، إما مرتفعة عنكم أو الحي نفسه أرقى من حيكم. في فرق ما بين الحي اللي هم يسكنون فيه والحي اللي أنتوا تسكنون فيه، وإن كان في نفس المنطقة، وإن كان في نفس الدولة، وإن كان في نفس المدينة، نفس الحدود، نفس السياج. بس شفتوا مثلا مدن معينة شلون يراونكم من بعيد، إن مدينة واحدة بس فيها حيين. هذا الحي اللي يسكنون الأشخاص اللي دخلهم متوسط، والحي الآخر تشوفون كل